لم نأتي هذا اليوم لنعلم الشباب، وإنما جئنا لنستمع إلى رؤى الشباب. الحضور من الشباب نسبته كبيرة جدا، وإن إحنا كشباب لازم نحس بأهميتنا في المجتمع، وإن إحنا أفكارنا بتتسمع، وإن إحنا حتى لو قدمنا فكرة معينة هتوصل للدولة. رفع كفاءة الشباب على مستوى كافة المجالات، إثابة الشباب المتميز دفع كثير جدا من الشباب للإبداع. مبادرة السيد الرئيس للجمهورية في دعم الشباب من خلال مسابقات ومبادرات كبيرة هيبقى شيء جميل جدا وعظيم جدا في ان احنا نتيح فرصة لكوادر جديدة فعالة ومؤثرة بشكل كبير جدا في تطوير مصر ان شاء الله رب العالمين لخطوات جاية احسن بكتير. بشكر فخامة الرئيس لإعطاء الفرصة الكبيرة جدا لأجيال مختلفة من الشباب ان هي تتخلط الامور لكن بشكل مدروس جدا، بشكل في رؤية حقيقية. الخطوة دي جيدة جدا من رئيس الجمهورية ان هو بيدعم دور الشباب وعشان تفكير الشباب اللي بيعمل على تطوير الوطن، فمشاركة الشباب بتعمل على تطوير العقل المصري، فبالتالي الشباب الاكتيفيتي بتاعته بتبقى عالية جدا، فبيساعد النواب او المحافظين في تطوير الاعمال الموجودة من للوطن. النواب المحافظين اللي حلفوا اليمين سواء من خريجين البرنامج الرئاسي او غيره موجودين في الاكاديمية بالفعل دلوقتي بيتدربوا لمدة شهرين قبل ما يروحوا مكاتبهم لممارسة اعمال. الحقيقة انه الدولة بتتجه اتجاه عام في كل المجالات، مش بس التنظيم ده، في كل الاتجاهات في اهتمام كامل بالشباب، سواء كان على مستوى الناس اللي بتتعلم لسه في الجامعات او كمان خارج الجامعات. محتاجين نسمع الشباب، يعني ما نطرحه من افكار ومن رؤى محتاجة تنزل للشباب عشان نعرف رأيهم. كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس على ما يقوم به من نهوض بالدولة المصرية الحديثة بكل أبعادها من مشروعات قومية وكل الجوانب، ودعم الخطاب الديني الوسطي والدفع بالشباب والتمكين للمرأة والتمكين لذوي القطاعات الخاصة، كل هذه جهود ضخمة تبذل ومصر تنتقل نقلة نوعية على يد سيادة الرئيس. ولسه نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير واقعنا.